أنا بالنسبة لي في كتب أثرت جدا جدا في رؤيتي لأهم جوانب حياتي. كتاب التنوير في إسقاط التدبير لتاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري، في بعض الكنوز اللي فرقت معايا جدا في توكلي على ربنا سبحانه وتعالى. كتاب لغات الحب الخمسة لجاري تشابمان اللي بيشرح لك فيه إزاي الناس بتعبر عن الحب عشان تفهم اللي قدامك وما تبقاش فاكره مش بيحبك وهو بيحبك بس بيعبر بلغة أنت محتاج إنك تفهمه. كتاب زي قواعد الإدارة لريتشارد تامبلر فرق معايا جدا في إدارتي لجوانب حياتي بطريقة أحسن وأكثر كفاءة.